مساء الخير، وحشتكم ديانات الميك اب صح؟ وانا كمان وحشاني. فيديو النهارده هنعمل ميك اب مع بعض وهنرد على بعض الاسئله. الحقيقه هي مش اسئله كتير لان تقريبا انتوا فقدتوا الامل فيا من كتر ما بنزل اسك على الانستجرام وانسى ارد عليه. ما كتبتوش اسئله كتير فتمام، هنرد على اللي اتكتب. بالنسبه بقى للميك اب مفيش حاجه في دماغي، بس في حاجات هنجربها النهارده جديده. هنشوف بقى ايه اللوك اللي هيجي معانا. انا عارفه ان انا مقصره في حقكم في الفيديوهات، بس انا منتشره على الانستجرام، على التيك توك، على سناب شات. انتوا بقى مش هناك ليه؟ كل اللينكات تحت في الديسكربشن. بصراحه مستتقله قوي الفتره دي الفيديوهات الطويله، ان انا اقعد اصور فيديو طويل لسه ما رجعتش للمود. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا كل ما اخرج من حاجه اقول بس فضيت وهرجع اعمل فيديوهات، اتدب في حاجه ثانيه. قلت عليك بقى اجيب الانفيه عشان مش عارفه اتنفس، تعبت، انا تعبت. كتب لي دواء بيتاخد مساء، بصحى مساء تاني يوم عشان اخده وانام. حرفيا الدواء ده طول اليوم مخليني حاسه ان انا ماشيه ماسكه دماغي، متقل دماغي بطريقه مش طبيعيه. اول حاجه، انا كنت مرطبه بشرتي، بستخدم الفاونديشن بتاع ديور. مش عارفه هيبان لكم في الكاميرا ولا لا لان الاضاءه عاليه، بس انا اسمريت. سافروش الغردقه شهر 6 و7 و8، سافروها في اخر 9. الدرجه كانت حلوه عليا، مش عارفه دلوقتي موقفها ايه بعد ايه الحبيه دي بعد ما اسمريت. فاونديشن بقى فاتح شويه. والله الدكتوره كتبت لي على كريم تفتيح عشان يرجع لي لون بشرتي، هبقى احط لكم على الانستجرام عشان مش قادره اقوم اجيبه دلوقتي، عشان اخليكم تروحوا على الانستجرام على سناب شات. لهوي على فرق اللون، يا لهوي. هنلخبط الطرحه براحتنا، بعد ما نخلص هنقلبها، بعد ما نخلص الفيديو خالص هنغسلها. لو لقيتوا ايه فاونديشن جه هنا كده عادي. واول سؤال بيقول احكي تجربتك مع فيلر الخدود. ثانيه واحده، معلش هنا بقى نقف، هنا نقف. انا ضربت حقن فيلر في وشي بس ما جتش جنب خدي طبيعي، وكل ما ببقلص ده من زمان وانتوا عارفين خدودي، لما ببقلص بتقفل عيني، يعني بتقفل منها، فدي اللهم بارك طبيعي ما جتش جنبها. اوكي الدقن، عشان في واحده سالت صاحبتي يماها عامله دقنها فين، دي طبيعي طبيعي. وما جبتش يماها ضربه فيلر فين؟ حبة تحت عيني، حبة في شفايفي، والحاجة الأخيرة اللي عملتها وقلت على الانستجرام هبقى أقول لكم هي إيه، بس لسه ما قلتش، إن أنا حقنت الحتة دي، الجزء ده. بصوا هتلاقوا وشي بقلظ ودور، أنا عملت الحتة دي حقنت فيها، بحط فيلر حاجات بسيطة عشان ما بقاش إيه مقفورة الدنيا. الناس اللي عندها الحتة دي رفيعة داخلة كده لجوه، لما بتتملي فما بتعمل كده فبتدي تدوير الوش، فأنا حقنت فيلر هنا بسيطة عشان كده هتحسي إن وشي مع انه وزني زي ما هو، بس هتلاقي وشي بقلص كده. بالنسبه للفيلر، مشكله هتحصل معانا دلوقتي وهنعطل بسببها، ان انا عندي بطاريتين للكاميرا، واحده بسيبها شغاله والتانيه بتشحن. دلوقتي انا مش لاقي البطاريه التانيه، واللي انا فاكراه ان انا خدتها شلتها في حته عشان ما تضيعش، نسيت بقى الحته دي ايه. الكونسيلرات اللي جبتها جديده من ماروكو، انا جبت بتاع هدى بيوتي تمام، جبت اغمق درجه من اللي كانوا موجودين قدامي، يعني هي عامله درجات كتير بس دي كانت اغمق درجه من السيلر اللي انا جبت منها. اغمق درجه دي للاسف يعني انا لو حطيتها بقى كمان دلوقتي بعد ما انا اسمريت فاتحه جدا. اوكي هحكي لكم الموقف ده. كنت حاطاه في يوم عشان اجربه وخرجت، وكانت خروجه مهمه، للاسف حطيته في اليوم ده وهو فاتح، فطبعا الكونسيلر بيكون فاتح كتير بيقلب على جري، فقلب على جري، فانا فضلت متضايقه ومتعفرطه. داخله مزايا، جبت الكونسيلر ده، وده كان من ترشيح ميار انا ما جربتوش قبل كده، اللي هو بتاع كاتريس، هي اللي اختارت لي الدرجه عشان احنا درجتنا زي بعض. الدرجه اسمها هاني، ده الكاموفلاج بتاع كاتريس. انا ساعتها دخلت التويلت مسحت بتاع هدى بيوتي وحطيت ده، هو فصل، بس بصراحه مش فاكره عجبني ساعتها ولا لا. كان مهم عندي ان انا احط كونسيلر درجتي دلوقتي عشان اداري الجري اللي قلب تحت عيني. هنحط ده وان شاء الله فاتح قوي عليا دلوقتي برضو بالدرجه بتاعتي الجديده، فانا غامقه بحاجه لحد ما ان شاء الله نبقى نجيب ايه كونسيلر هدى بيوتي درجه اغمق. اغمقه سيكا، بس عايزه اشوف شكله عامل ازاي، والدمج بتاعه حلو قوي تحت العين كده. حاولت اظبط الدرجه شويه، تلاقوني عماله اعمل لوك كده عشان ايه بركب الضوافر. الضوافر دي كانت من شي ان، بس كانت طويله وكانت مدوره، فانا خليتها مربعه وقصرتها شويه. المهم في ريلز بقى بنزلها او بتتسمع على اليوتيوب شورت، فيديوهات صغننه كنت بنزل لكم فيها الحاجات اللي انا اوريدي جربتها، فدي جربتها. ويا جماعه البرونزر بتاع تشارلوت تحفه،
تحفة تحفة. نعمل بقى كده. ده سؤال تاني عن الفيلر ارد عليه عشان نخلص ايه من حوار الفيلر، تبقى عرفتوا كل الموضوع. واحده بتقول لي ما شاء الله يا مها شكلك قمر، ممكن تكلمينا عن الفيلر بتاع الوش؟ عايزه اعمله، خايفه قوي. عايزه اقول لك حاجه، اول حاجه عملتها في الفيلر طبعا انتوا عارفين عملت التجويف اللي تحت يعني. طبعا كنت خايفه جدا من الحقن، بس الموضوع طلع بسيط ومش بيوجع خالص. الفيلر بيقعد المفروض من 9 شهور لسنه، ده اللي بيقولوه، بس حرفيا هو بيقعد اكتر من كده. يعني انا المره الاولانيه اللي عملت تجويف تحت عيني قعد كان داخل في السنتين ولسه اثره موجود، قل بس كان لسه موجود. الفيلر بيعمل ايه؟ هو بيملى يعني المكان اللي انت بتحقني فيه فيلر بيملاه، مش بوتوكس، مش بيشد البشره، بس هو بيملاها. روح لدكتوره داليا العبودي، هسيب لكم الاكونت بتاع الانستجرام بتاعها تحت في الديسكربشن. انا برتاح معاها جدا لان هي فاهمه انا عايزه ايه، اللي هو انا عايزه اعمل كذا بس انا عايزه شكلي في الاخر يبقى طبيعي، مش فيك، ما يبقاش شكلي ايه ده هي عامله ايه في وشها، لا يبقى شكلي محلو بس من غير ما ابقى مقفوره. هي بتعمل لي الحاجه تطشات بسيطه كده علشان يبقى طبيعي. قلت لكم 100 مره لما هقعد ارغي وانا بعمل ميك اب هقفر. هنهدي كل ده دلوقتي، بنسى نفسي وبفضل احط. بس والله البرونزر جميل. كنا اخر مره رحت لها وانا خارجه من العياده، شفت بنوته كانت داخله لها، عارفه الدكتوره داليا مني، كانت رايحه تعمل بوتوكس اللي بيتحقن علشان لما تضحك اللثه ما تبقاش باينه. فساعتها الدكتوره ورتني صورتها قبل وبعد وقلت لها خرجت مبسوطه من عندك، قالت لي كانت مبسوطه جدا. فانا الحقيقه بتبسط لما بقول لكم على حاجه وبتروحوا تجربوها وتتبسطوا. جربته برده في شورت معاكم وعلى الانستجرام، ده البلاشر بتاع ريفوليوشن. ده حكايه الشعرايه دي، ده ولا منه بلاشر كريمي ولا منه تنت، التكستشر بتاعته اخف من البلاشر الكريمي وفي نفس الوقت مش تنت. بقيت اللي هو كل يوم وانا نازله الصبح كده كده احطه وانزل، وحاسه ان انا بعد كده هتلاقوني داخله في مود البلاشر البينك. ده درجته سويت بينك. بصوا نيجي دلوقتي لمرحله التثبيت، هل انا جبت باودر من وراكو؟ لا، رسمت حواجبي وجيت رسمتها بالقلم المفضل ليا اللي كل ما يخلص اجيبه، اللي هو بتاع شجلام درجه اسبريسو باليت الاي شادو. بصوا الدرجات، ايه القمر ده؟ حسيت ان انا عيني على طول راحت على النود والبني. مش هنخلص بقى من الموضوع الترابي ده، مش هنخرج منه خالص، هنلعب. اوكي انا مفيش حاجه في دماغي، بس احنا ايه هنجرب كده ونلعب. ثلاث ارباع حب فيا، ميرسي ميرسي. بقى شويه كلام من ليه بتتاخري في تنزيل الفيديوهات، ليه مقصره معانا في اليوتيوب، وشويه تقطيم. السؤال ده حاسه انه قديم قوي يعني، في لسه حد دماغه كده، هو ينفع اتجوز واحد معاه دبلوم وانا معايا كليه وبشتغل مدرسه؟ خدي مني الحكمه دي وخدي مني العقل كله، لان انا عاقله جدا في ارائي للناس بس في حياتي خرباها. اوكي مش الشهادات اللي هتقيم علاقتنا. الجو بقى اللي هو فاهمه انا دكتوره ازاي اتجوز واحد خريج تجاره، والجو ده بقى قديم قوي. الجو ده ممكن واحد دكتور صحيح دخل طب، بس تيجي تتكلمي معاه غشيم والدماغ مقفله وانسان مش طموح كده، فانت حياتك معاه غير واحد ما كانش دحيح ملوش في المذاكره ما بيحبهاش، بس مش شرط ان دماغه يبقى غبي او دماغه واقفه، لا طموح ودماغه شغاله وبيشتغل وفاهم الدنيا وبتاع. فالموضوع ما ففكك من جو الشهادات ده، لان مش ده اللي هيقيم حياتنا. عقليه اللي قدامنا وطموحه واللي هو عايزه قدامه ومستقبله هو اللي يحدد، مش الشهاده. بعد كده مسافه مسافه الله اللي هو ده. اوكي ممكن اخد ميكس ما بين ده وده. طبعا هنحط لون شمر، انا عاجبني اللون ده قوي، وعاجبني ده وعاجبني ده. ويو اوكي انا عاجبني احنا ورانا ايه، ادينا بنجرب. والله اللون جامد. حطيت العدسات ما رضيتش احطها قبل الميك اب خالص عشان ايه الرؤيه عندي تبقى بالسلامه. استخدم الكحل الكريمي بتاع هدى بيوتي جوايا كده، باجي عند الاخر وبسحب لتحت شويه يعني بحطه عند الرموش شويه. اجيب بقى فرشه فلات كده واقوم ايه بالراحه خالص اروح واجي في نفس المكان يعني في نفس الخط ما انزلش لتحت. احط الايلاينر بتاع هدى بيوتي الوينج. ثانيه عشان محتاج تركيز. بكمل بقى بقيه الخط لما بركب الرموش عشان احطه على خط الرموش. عارفين البطاريه بتاعت الكاميرا اللي في اول فيديو قلت لكم مش لاقيها؟ انا حرفيا بقالي اسبوع بدور عليها.
قدام عيني على التسريحه بتاع كده اللي انا حاطه فيها الكريمات والحاجات، هي متداريه. لقيتها بقى وانا بدور على الملقاط عشان اركب الرموش، وسبحان الله انت بتدوري على حاجه تانية تلاقي الحاجه اللي كنت بتدوري عليها في الاول قدامك، وده يعلمنا ما علمناش حاجه الصراحه. يعني ركبت الرموش وكملت الخط اللي قدام بالايلاينر، وحطيت بقى الخط فوق ايه رموشي. المنظر بتاع هولا كده كده هتروقك اكتر. بلاشر مع هايلايتر وميكس كده ثانيه في الحته قبل بالله، بيبقى عامل لي خدود فوق الخدود اللي عندي، ومفيش مره احطه الا ولازم اتسال انت حاطه في خدودك ايه، تسالوني عليه دايما. هو ده جولدن روز، ده اللي ببقى حاطاه. هو ميكس كده بلاشر مع هايلايتر تحفه. بس وسط الايفكت اللي بيديها الخدود، انظروا للخدود، بصوا اللون باللمعه اللي بيديها، رهيب رهيب تحفه تحفه. بالنسبه للروج، هل انا جبت اروج جديده؟ في ست جات لي هدايا غاليه عليا، التلات لسه عايز اعمل لها ريل الصراحه، اجرب الثلاثه فيها ثلاث حاجات. هستخدم الروج من فينتي بيوتي. ايه اكتر حاجه بتعمليها علشان تتجاوزي اي محنه ممكن تمر بيها؟ بعمل ايه؟ والله ببقى راضيه الحمد لله، ويا رب انا راضيه وبفضل فاهمه على الموقف ده عشان ربنا يكرمني واعديها. احاول بقى على قد ما اقدر ان انا اشغل نفسي في الشغل في اي حاجه عشان ما افكرش كتير. ده هيبقى مات، قلب مات بقى ونحط الجلوس. تعالي نرد على اخر سؤال مرتبطه بواحد عايزه انفصل عنه، كل ما افتح معاه الموضوع يعيط ويحسسني بالذنب، اعمل ايه؟ انا جايه لك من المستقبل وبقول لك اسمعي كلامي وهربي. انتي مبدئيا مفيش راجل سوي هيعيط عشان تفضلي معاه. ما تقوليش بقى ما تجيبيهاش في ان هو ده بيحبني من كتر ما بيحبني بيعيط، مفيش الكلام ده. سوي بيحبك هيثبت لك ان هو بيحبك، هيثبت لك ان هو عايزك. حد سوي بس شايف ان انتي مش عايزاه هيسيبك مهما كان بيحبك، بس هي مش عايزاني، ازاي هفضل معاها او ازاي هكبرها تبقى معايا؟ بس حته ان هو بيعيط، هو يا روح قلبي عارف ان انتي كيوت وعندك ضمير، وضميرك هيأنبك لما هو يعيط لك، فهتفضلي مكمله معاه حتى لو انتي مش عايزاه، حتى لو مش بتحبيه، حتى لو ما فيهوش ميزه، بس هتكملي عشان صعبان عليكي. ازاي اسيبه؟ بيوصل لك احساس ان هو من غيرك هيموت، وانتي امله الوحيد في الدنيا، وانتي الحياه. ما تصدقيش، مفيش حد سمع بالله بتندب ازاي؟ مفيش حد بيموت من غير حد، مفيش حد بيموت من الحب يا ماما، ده لو بيحبك. غلي فيكي حته الصعبانيات. اهربي عشان ما تضيعيش عمرك هدر، عشان ما تجيش في المستقبل تندمي على السنين اللي ضيعتيها في ان حد صعبان عليكي. وكده خلصنا. ايه الحلاوه دي يا بنتي يا مها ميها؟ معظم الميك اب اللي معايا النهارده من اكونت على الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، وهسيب لكم اللينك بتاع دكتوره داليا اللي عملت لي الفيلر. شو رايكم؟ انا عجبني قوي بصراحه، حاسه ان انا ايه المفروض اقوم اضرب حاجه سواريه وانزل. وبس كده، وخلصنا الفيديو بتاع النهارده وخلصنا الاسئله، واتمنى اتمنى ان اسقاطكم فيا تبقى اكتر شويه، ولما اقول الاسئله تنزلوا وانا هفتكر وهرد عليها. اوكي، واتمنى ان تروحوا تتابعوني على سناب شات وعلى انستجرام وعلى تيك توك. عايزه تشجيع، عايزه تشجيع كده عشان ايه؟ هو البتاع ده بيحرق ليه؟ لمبر لمبر. كنت هنسى الضحكه الحلوه. خلصنا، اشوفكم فيديو جديد. باي باي. معلش بس قلت خليكم تقربوا كده عشان تشوفوا ايه التشيتلز، بس لو سالتوني على اللينسز فانا مش فاكره هي كانت ايه، هي كانت جالاكسي مش فاكره.